أعمال متميزة كلها، مش بس اللي فازوا، يعني أغلب الأعمال اللي قدمت تستحق الإشادة. فكرة تكريم الشباب في السن ده على أدائهم دي فكرة رائعة، لأنه عندنا مجموعة من الشباب مبشرين ويفرحوا مصر يعني. ففكرة إن احنا نقول لهم شكرا على مجهودكم، على فنكم، على إبداعكم، دي فكرة رائعة جدا. المسابقة حاجة مشرفة، الفكرة مشرفة، زي ما احنا شفنا الاحتفال النهاردة يعني أكثر من رائع، والشباب يستحقوا من كل الجهات اللي تقدر إنها تكرمهم على إبداعهم وتميزهم، يستحقوا كده. أنا طبعا بحيي وزارة الشباب والرياضة على الفكرة وعلى المجهود، وعلى إنها يعني شايفة إنه ده تعبير على أهمية العمل الصحفي بكل فروعه. الموضوع كان تحت اسم حلم صلاح الضائع، ألاف اللاعبين ضحية الاستثمار الوهمي. هو كان بيركز على فكرة اللاعبين، خاصة اللي في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، اللي بيعانوا، ما عندهمش إمكانيات وموارد مالية في الأندية بتاعتهم، وبالتالي عندهم صعوبات في المعيشة، فبيلجأوا إن هم يشتغلوا جنب كرة القدم. فبالتالي ده مع الوقت بيؤثر على عدد اللعيبة اللي موجودة في مصر، لأن في انحدار كبير جدا في عدد اللاعبين الممارسين لمصر، في ممارسين لكرة القدم في مصر. دورنا في كل حتة، دورت في اتحاد الكورة، في اللجنة الأولمبية، في وزارة الرياضة، حسيت إنه ما فيش أي جهة تقدر تديني رقم مصر، يعني رقم موثوق منه، لغاية ما وصلنا لجهاز الإحصاء. جهاز الإحصاء بتطلع نشرة سنوية، بدأنا نحسب خلال الخمس سنوات الأخيرة الأرقام، اللاعبين عددهم قد إيه، لقينا إن في تراجع كبير جدا في عدد اللاعبين بالالافات، كلهم بيغادروا كره القدم، لان بيوصلوا لمرحله ثانويه معينه مش بيقدروا ان هم يصرفوا على نفسهم وعلى ويحققوا احلامهم ومستقبلهم، فبالتالي بيقرروا ان هم يبعدوا عن كره القدم، وده اللي ليه مردود سلبي على كره القدم المصريه. وده بالتوازي مع الاستثمار اللي بدا يضخ في مصر وفي انديه كبرى ولاعيبه تكون بالملايين، ففي النهايه الاستثمار ده كله ما بقاش ليه وجود، ما بقاش ليه لازمه، لانه اللعيبه كلها بتسيب كره القدم في الاخر. والتراجع اللي حاصل ده كنا يجب ان احنا ننوه عنه ونقول انه وقفوا ده، ولازم نشتغل على ده من دلوقتي، وازاي احنا نطور البنيه التحتيه، وازاي احنا نطور عدد ممارسين لكره القدم في مصر، عشان ده هيؤتي ثماره على المنتخبات المصريه. بالتاكيد ان انت تكسب المركز الاول، انا عرفت ان في حوالي 160 صحفي متقدم للجائزه في فرع الصحافه الرياضيه، فان ناخد المركز الاول في لجنه فيها اساتذه كبار وقامات، استاذ حسن السكاوي، استاذ محمد سيف، استاذ ياسر ايوب، استاذ شوقي حامد، استاذ جمال وليل، ان دول يختاروا عملي انا رقم واحد من ضمن كل الصحفيين المحترمين اللي قدموا اعمالهم واعمال محترمه جدا. ده شيء يشرف اكيد، وده يقول انه الصحفيين الرياضيين مش مجردين صحفيين بيعملوا شغل للمتعه بس او لكره القدم بس وللتحليل بس، لا، الصحفيين الرياضيين يقدر يعمل تقرير معمق، ويقدر يعمل تحقيقات وشغل مصنوع، يقدر من خلاله برضه انه يكون موجود على منصات الجوائز. هي الصورة دي كانت في افتتاح كأس العالم، كنت في روسيا. الصورة كانت قبل المباراة، كان طبعا الجماهير كان في كرنفالات وألوان وأشكال، بس فاللي حصل إن كان في يعني شكل اللي عجبني جدا، وأنا مركز مع الجمهور لقيت في واحدة بتبوس راس حد، وكان يعني مرسوم على الراس لكأس العالم، فالمنظر عجبني قوي وصورتها. والحمد لله الصوره دي اصلا تم اختيارها ضمن افضل 50 صوره في كاس العالم في موقع روسي. الحمد لله جات لي في وقت انا كنت الحمد لله سعيد جدا ومبسوط بالتوقيت. الجائزه نفسه كان نافع معنوي ليا الحمد لله.